طبعا يا جماعه الفتة دي اكله ما بيختلفش عليها اتنين، انا بعشقها، بس النهارده انا هعملها بروز البسمتي عشان انا بحب الاكل يكون ايه تقيل وخفيف في نفس الوقت، اللي هو ايه مخك يعمل سكرين شوت وانت بتاكل كده. ماشي، تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي هنا معلقه كبيره زيت كده، كيلو لحمه، انا هشوحها الاول وبعد كده اعمل يعني احط عليها الميه بقى والشوربه والحاجات دي. هحط عليها رشه فلفل اسود ونضيف عليها جزرة وبصلة، نقلب بقى. الحركة دي بقى بتحبس السوائل في اللحمة، بتخليها تنزل بقى في الشوربة كده، يعني طعمها لسه حلو، طعمها لسه طاري وحلو، متبقاش ناشفة كده. السلق الكتير ده بينشف اللحم. ونضيف بقى حبهان وكزبرة حب وفلفل اسود وورق لورا، طبعا كل ده يدي طعم حلو جدا للشوربة. وبعد كده ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل بقى ايه الرز. معلقتين زيت، كل كوبايه رز بسمتي بتاخد معلقتين زيت عشان تبقوا عارفين بس، تمام. ننزل بقى ايه نشوحه. جربوها بس، والله انا عارف ان في ناس كتير هتستغرب ازاي فته ودي اكلتنا المصريه الاصيله، ازاي بقى برز البسمتي؟ جربوه، تحكموش على حاجه قبل ما تجربوهاش، قبل ما ايه ده في ايه، جربوه. معايا هنا حبهان وورق لورا، نقلب، ملح، ونسقي بقى بالشوربه. بسم الله. نغطيه بقى ونسيبه كده ايه لحد ما يتشرب. نغطي خالص. دلوقتي هنعمل الصلصه. معلقه كبيره زبده، هوبا اسكالوب. ننزل بقى ايه البصله متقطعه صغير، تدي طعم حلو قوي 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 للصلصه. خلي البصل بس يبقى شفاف كده. ننزل بقى ايه باربع فصوص ثوم مهروسين، تمام. اول ما الثوم يطلع ريحته كده ننزل نص كوبايه خل، تطلع ريحه الخل. هنحط معلقتين كبار صلصه وننزل بلتر عصير طماطم، معلقه صغيره ملح، طبعا طبعا فلفل اسود. سيبها بقى ايه بقى تتسبك كده. هي اصلا سبحان الله شم ريحه فته من يعني خلاص الاكل خلص. دلوقتي بقى قربنا نقفل على اللحمه، فهضيف الملح. هنرص بقى العيش هنا الاول كده. العيش ده عشان الناس اللي مش بتعرف تحمصه ممكن نقطعه بالمقص مربعات صغيره وندخله الفرن يتحمص، او اير فراير لو عندك، او لو عندك انا اسف، وممكن نعمله في الطاسه نقليه، بس طبعا دي بتبقى يعني تقيله قوي قوي، فهو احلى حاجه التحميص في الفرن بصراحه. دلوقتي بقى هنضيف الشوربه كده. الرز، سلام، الله الله، ميكس كده بين الثقافات والحضارات، المصري والهندي والشامي والخليجي على بعض كله في طبق واحد، بس أكلة مصرية أصيلة كده كده. دي بقى الصلصة، وتقريبا السر كله أصلا في الحاجة دي، أختي دي. دلوقتي نرص اللحمه. اللي عايز يحمرها بعد ما اتسلقت اوكي، بس انا بحبها كده اكتر الصراحه. عملنا الفته، مفيش اسهل من كده، ولا في افتكاسات قبل كده اتعملت فيها غير حازم يونس اللي عملها، تمام. جربوها وقولوا لي رايكم فيها، بالف هنا وصفر. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.